لو حضرتك بتعاني من خشونة الركبة والألم بيزيد كل يوم وبتصحى من النوم مش عارف تتني ولا تفرد ركبتك وبتلاقي ركبتك مكلبشة وبتطقطق منك ومش عارف تقعد مربع ولا عارف تصلي وألم شديد وانت طالع ونازل السلالم وجربت علاجات كتيرة وما جابتش معاك نتيجة والمسكنات تعبت معدتك وخايف تأثر على الكلى يبقى لازم تجرب 3 أعشاب طبيعية وتاخدهم بصورة أساسية يوميا بالطريقة اللي هقولك عليها وانت هتشوف العجب ان شاء الله. الاعشاب الثلاثة دي جبارة في علاج خشونة الركبة وتخفيف كل الاعراض اللي بتشتكي منها. الاعشاب الثلاثة هي حب الرشاد وبذور الكتان وبذور الشيا وبتعتبر افضل 3 اعشاب رهيبة لعلاج خشونة الركبة. هقولك في الفيديو ده فوائد الاعشاب الثلاثة دي بالنسبة للمرضى اللي عندهم خشونة في الركبة وطريقة استخدامها. كمان في نهاية الفيديو هقولك على افضل طريقة فعالة تستخدم بيها الثلاث اعشاب ديت طريقة مجربة عن طريق مرضى كتير وجابت معهم نتائج مذهلة. لو جاهز يلا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم دكتور طارق تركي استشاري جراحة العظام والقدم السكري في طنطا. التلات أعشاب اللي احنا قلنا عليهم حب الرشاد وبذور الشيا وبذور الكتان من أفضل الأعشاب لعلاج خشونة الركبة وتخفيف أعراض الخشونة وبتحسن حركة الركبة. هقولك دلوقتي على أهم 10 فوائد للأعشاب دي بالنسبة للمرضى اللي عندهم خشونة في الركبة. أول حاجة بتقلل الالتهابات لأن الأعشاب التلاتة دي غنية بأحماض الأوميجا 3 ومركبات مضادة للالتهابات وبتساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة اللي بتضر المفاصل وبتسبب خشونة الركبة. تاني حاجة بتحسن ليونة المفاصل لأن بذور الشيا وبذور الكتان غنية بأحماض دهنية مفيدة جدا وبتحسن مرونة المفاصل وتقلل تآكل الغضاريف. تالت حاجة حب الرشاد غني بالكالسيوم اللي بيقوي العظام ويمنع الهشاشة، كمان بذور الكتان وبذور الشيا غنية بالمغنيسيوم اللي بيساعد في امتصاص الكالسيوم. رابع حاجة جميع الأعشاب دي غنية بمضادات الأكسدة اللي بتحمي الخلايا والغضاريف من التآكل والخشونة. خامس حاجة بتحسن الدورة الدموية بالمفاصل، البذور دي بتحسن الدورة الدموية فتزود الأكسجين والعناصر الغذائية المفيدة للمفاصل المصابة. فيساعد في تجديد الخلايا ويسرع الشفاء. سادس حاجة المواد الغذائية الموجودة في بذور الكتان وبذور الشيا مهمة لصحة الغضاريف عن طريق انها بتعزز انتاج الكولاجين وهو البروتين الاساسي اللي بيحافظ على صحة الغضاريف وقوتها. سابع حاجة بفضل الخصائص المضادة للالتهاب والمرطبة للمفاصل البذور دي بتساعد في تخفيف الالم المصاحب لخشونة الركبة وتحسن حركة المفاصل والقدرة على الحركة. تعمل حاجة بتحسن الوزن المثالي، الألياف اللي موجودة في بذور الشيا وبذور الكتان بتدي إحساس بالشبع وبتساعد في التحكم في الوزن لأن الوزن المثالي بيخفف الضغط على المفاصل. تاسع حاجة بتقوي العضلات اللي حوالين المفاصل، ده بسبب المغذيات اللي موجودة في حب الرشاد فبتدي دعم إضافي للمفاصل المصابة وتقلل الإجهاد عليها. عاشر حاجة بتحمي وبتقي من هشاشة العظام، بذور الشيا والكتان غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وهي معادن أساسية علشان تقوي العظام وتحميها من الهشاشة. دلوقتي هقولك على 10 طرق لاستخدام الأعشاب دي لعلاج خشونة الركبة وبعد كده هقولك على أفضل طريقة تستخدم بيها الثلاث أعشاب دي مع بعض وجابت نتائج ممتازة مع مرضى كتير. أول طريقة خلطة بذور الشيا والكتان مع المية، بتجيب معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة ومعلقة كبيرة من بذور الشيا في كوباية مية وتسيبها بنص ساعة وتشرب الخليط يوميا لمدة شهر. تاني طريقة طريقة حب الرشاد مع الحليب، بتحط معلقة حب الرشاد مطحونة مع كوباية حليب وتغليهم وتشرب الخليط ده كل يوم في الصباح على معدة فاضية لمدة شهر. تالت طريقة ممكن تضيفهم للعصير، بتحط معلقة بذور شيا وبذور كتان مطحونة على كوباية عصير سواء عصير خضار أو فاكهة طازة وتشربه يوميا لمدة شهر. رابع طريقة استخدامها على المخبوزات، ممكن تضيف بذور الكتان المطحونة والشيا للخبز والكعك. خامس طريقة بتستخدم خليط زيت حب الرشاد وزيت الكتان وتستخدمه في تدليك الركبة بطريقة خفيفة جدا بعد الكمادات الدافية مرة أو مرتين يوميا لمدة 3 أسابيع. سادس طريقة ممكن ترش بذور الشيا والكتان المطحونة على السلطات اليومية أو الأطعمة الخفيفة. سابع طريقة استخدام مسحوق حب الرشاد، بتطحن معلقة حب الرشاد وتحطها على كوباية مية دافية أو حليب وتشربه يوميا لمدة 3 أسابيع. تامن طريقة تحضير شاي بذور الشيا والكتان، بتنقع معلقة من بذور الشيا والكتان المطحونة في المية المغلية لمدة 15 دقيقة وتشرب الشاي ده يوميا لمدة 3 أسابيع. تاسع طريقة خلطة العسل وبذور الشيا، ممكن تحط معلقة عسل أبيض على معلقة بذور شيا مطحونة على كوباية مية أو بدون مية وتشربه يوميا لمدة 3 أسابيع.
عشر طريقه ممكن تضيف بذور الشيا وبذور الكتان وحب الرشاد للشوربه او الزبادي. يبقى دي 10 طرق مفيده جدا لاستخدام بذور الشيا وحب الرشاد وبذور الكتان. ممكن تستخدم اي طريقه منهم، لكن دلوقتي هقول لك على افضل طريقه مجربه وفعاله للتلات اعشاب دي للناس اللي عندهم خشونه، وجربها مرضى كتير وجابت معاهم نتائج ممتازه. بتحط معلقه صغيره من بذور الشيا وبذور الكتان المطحونه وحب الرشاد المطحون، يعني بتجيب معلقه صغيره من بذور الشيا ومعلقه صغيره من بذور الكتان ومعلقه صغيره من حب الرشاد المطحون، وتنقعه في كوبايه ميه لمده نص ساعه، وتشربه على الريق في الصباح لمده شهر يومين. ده لمده شهر. الشهر الثاني بتشربه يوم بعد يوم، يوم ويوم لا. الشهر الثالث بتشربه 3 مرات في الاسبوع. الشهر الرابع بتشربه مرتين في الاسبوع. الشهر الخامس بتشربه مره في الاسبوع. بعد كده تستمر عليه على طول مره واحده في الشهر، ولازم يكون في الصباح على الريق على معده فاضيه. بعد استخدام الاعشاب الثلاثه بالطريقه دي هتلاقي تغيرات كبيره جدا وتحسن ملحوظ ان شاء الله. ما تنساش تشارك الفيديو مع ناس كتيرة علشان تستفاد من الوصفات دي. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، واتكلمنا فيه عن أفضل 3 أعشاب طبيعية لعلاج خشونة الركبة وتخفيف أعراضها، واتكلمنا عن فوائدها وطرق استخدامها. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع أصدقائك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات علشان يجيلك تنبيه بكل فيديو جديد بننشره على القناة. ولو عندك سؤال بخصوص الموضوع اكتب لي في التعليقات تحت الفيديو وأنا هرد عليك. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي استشاري جراحة العظام والقدم السكري بطنطا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.